حتى أذكى الناس يفشلون، بل وأفضل المنتجات أيضاً. ولكن ما هو الخطأ الذي قاد للفشل؟ محفظتي توضح أهم 7 أسباب فتجنبها. أولاً، المنتج لا يحل المشاكل الصحيحة. ثانياً، اختيار السوق الخطأ. ثالثاً، المنتج باهظ الثمن أو يقدم قيمة سيئة للعميل. رابعاً، فشل تحديد التكلفة بالشكل الدقيق. خامساً، الجودة الرديئة للمنتج أو طريقة تقديمه. سادساً، تأخر دخول السوق، وهنا تكون الفرصة فاتت. سابعاً، خطة تسويقية سيئة، وهذه أسباب الفشل. أما لتجنبها، محفظتي تنصحك بدراسة السوق جيداً وفحص قدراتك المالية وضبط خطتك التنفيذية والاستعانة بالخبراء والمختصين. وأهم نصيحة تزديها محفظتي: أدرس أخطاءك وأخطاء غيرك وتعلم من كل خطأ ممكن.